كل تركيا، سويسرا، شرق أوروبا، شرق آسيا، صح لكل شيء مكانه، لكن صراحة غير مختلف. لا بس الأماكن، في أماكن خاصة اللي يعرف عنها وما يعرف هذا شيء، اللي يحب يزورها ويشوفها ويشوفها شيء آخر. الصلالة دائما مختلفة، كل كيانها ومكانها وزمانها ووقتها كل شيء فيها. أنا اخترت مكان اليوم، مكان صراحة مميز فريد، حبيت أقارن هالمكان بالأشخاص اللي تروح إلى أماكن ثانية، مثلا جورجيا، قرقيزستان، أماكن ثانية، لكن هذه الأماكن أحسن من أماكن دولة خليجية عربية، مكانها موجود، ناسها موجودين، الاحترام والتقدير والدين الإسلامي موجود. بس في اختلاف في الثقافة بين أوروبا بين أماكن ثانية وبين صرارة اللي هي الدولة العمانية، سلطنة الحبيبة، دولة خليجية الأجواء موجودة فيها، اللي ما زارها يزورها. هذا الحساب مفتوح للجميع. يا مرحبا فيكم، يا مرحبا مليون. خلونا نبدأ ناخذ غدانا خلاص. توقيتها متأخر، نفتح لايفات من الحسين في صرارة وأماكن صرارة، الأماكن السياحية الموجودة في صرارة، واللي حاب أي خدمة يبشر بعدها. ابشر امورك طيبة، بس انا فاتح لايف عادي، فاتح لايف عادي. يلا مرحبا عادي، تفضل معي نسوي غدا وجاهز. ذهب ذهب مرة الغدا ذهب عادي، صغير غطير خلهم خلهم عادي عادي. ممتع جدا،